الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك ستقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادي. شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كما أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. قال: أرى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيومه ذلك. رضي الله ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحسن العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومعلمنا الصادق الوفي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች በእያላችሁበት ሆናችሁ የሙስሊም ሐዲሶችን እየተከታተላችሁ የምትገኙ ወንድም እህቶች አባት እናቶች ልጆች ከሁሉ አስቀድሜ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰላም ጤና ምቾት ደስታ ለእናንተ እንዲያደርግ ለሁላችንም እንዲያደርግ የኮሮናን በሽታ ከምድር ገጽ አጥፍቶ ከኮሮና በሽታ ያላነሱ ሌሎችንም ችግሮችና ዓለም አቀፍ መከራዎች ወባዎች አንስቶልን ሰላም አምጥቶ በሰላም የምንማማርበትን አላህ እንዲያመቻችልን አላህን ለምናለሁ። አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ይህንን እድል ሰጥቶን ለዚህ በመብቃቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ ይበላችሁ። ዛሬ ከሙስሊም ሐዲሶች ከ71ኛው ሐዲስ ላይ ነው የምንነሳው። إمام النووي بزيه رأسي ستوتال باب الدليل على أن من قصد أخذ ما لغيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. يسو جنزب وسدال له بلو يالا قباب يسو جنزب وسدال له بلو يتمني دمو دم كلب سلمهونونا بيقدلم يسات سلمهونو جنزبون كلاك كلال له سيل يتقدل سو شهيد مهونونم يمياساي رأسنو. حديثون ديه يميلونو يهن هلو ياساي اللي يميلو تمام النووي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فاقتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. صلوات ربي وسلامه عليه. عدل فته تككلن يا وساني عند سو متو نبيو غار عليه الصلاة والسلام يا الله ملك تنيا عند سو جنزب يلي وسدبين بمتع مني مسلوتان جنزب كنن داست قالوتا اورنت بيانا ساب منيس دولا بيقت منيس قدلو فاقتله قدلو قالوت نبيو قاتله. قال: رأيت إن قتلني كقدلني؟ قال: فأنت شهيد. شهيد نها كقدل كتس السوية ساتنو أنت من يلبهم على تأتشونه. رسول عليه الصلاة والسلام يهنن حديث بدنب يعني بدنب أستمارون كمن لاتشو حديث وش مكاكل بتعم مسرتاوي هجوج كم يبالو تهجوج مكاكل وانو يه حديثنا عندو يه حديثنا عندناو عندو كفل لمن مسلاج سويت جنزف سيك بيك أبو ماتشو هنقال زنبلاتشو ك
قني فيتاچون كمتواچو غراچون سطو يهن سيمتا يهننا زورا سطو اندزي ميبال نغير يلا جنزب كلو سد قاله زم بله تو اسو غار دمو لتتاغل نو وي اندزي ميبال يلا قاتله بغلص نبي عليه الصلاه والسلام تغادلو جنزب كن انداتقما لجنزب كن انداتسطو ارى لي گلني يچلال شهيد نها تاديا يه جلص يالا سوچ لحقاچو راساچون بيسطو مسوات بيكفلو تفلاغي انجي تا يتطلا اندال هنا راسون اندگدل اندمايقطر بغلص نو مياساين سوچ يالا اغباب يسو گنزبن ليوسدو اندميموكرو بيفا نو يي حديث مياسايو بزو سوچ اندزي يادرگالو يسو نبرت يقمالو بتلي فري كاگنيو يوسدالو سلازي فرينت مسلم فري عدلم مسلم ما ننم اي فراب إلا الله عز وجل الله سبحانه وتعالى بچانو يمي فراب يمي قتلو حديثم كزير سقار يتيازنو عن ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن قال لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي بن أب وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال فركب خالد بن العاصي إلى عبد الله بن عمرو بن العاصي فوعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد تملكت تنقل ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو عنبسة بن أبي سفيان بهون نجر تتعلتو ورس كم مازز درسو ياك علو بزي جزي انديت يهن النجر زنبيا عياله بلو يا عمرو بن العاصي وندمو خالد بن العاصي ودا عبد الله بن عمرو هدان عبد الله بن عمرو نو يوندمو لجنو السو جاي هدنا فوعظه خالد انت انديت كوندمه غارا طور تمازز الله انديت انداو اندي هتارغوم اندي هتارغوم اياله ممكر يجمرال من خالد بن العاصي لمن لعبد الله بن عمرو بن العاصي عبد الله بن عمرو منالو اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد بموتس من دنو يفرها وانت دي. نبيو اندي مالتاچون على سماهم اندي جنزبين ليقما يمطان سو لغادل بل من يمياسنور نغر هونو نو نبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد جنزبون اسقرالو سيل جنزبون لمكلاكل سيل يتجدل سو شهيد نو بلو نبي صلى الله عليه وسلم مالتاچون على سماهم من قتل بسبب الدفاع عن ماله فهو شهيد قلت حديثك بزو ملكتك على الواتف الله سبحانه وتعالى سفترا جنزبات سيسات أن السو لن ينهب تسبال عاصلوا لليلة حرامنا لن يحلالنا النزيهن نبرتو تشاتشنن هيواتاتشنن لمدفر يميمتو سوج مكلاكلو قديتارو الضروريات الخمسة ميبالوت أمست مسرتاوي مكلاكلو ماستبقو قديتا يهونو نقروج ديناتشن كبراتشن عامرواتشن هيوتاتشننا قنزباتشن النزي أمستون متبق قديلان سلزي النزي هل مكلاكل ستل يمي ميالفو هيوت تهدانو دينهن لمينكب
كبرهن لم يدفروا أعمروهن لدفرة أعمروهن ليطفى بميفلق نفسهن لقل قنزبك اللي كما فاسمو عيفك أدلتم عندو يهنن ياسايال كنزي عندو مهون يعملك كتال قنزب قلتن يو قلتم حديثوك يالا أقباب دمبر عالفو عن تلاي وطعبهن بتقلو يتفك أدم هونون نم يعملكتو يالا مقدل مقوام كالتش على مقدلو قد يتاي هنا جمهور العلماء على قتال المحارب على كل وجه ومدافعته عن المال والأهل والنفس ابن المنذر من إلال أبزاهن علماء وجه عوام العلماء جمهور العلماء بهيوته لاي هيوته اللي يطفى جنزب كل اللي كما كبرهن اللي دفر دينهن اللي دفر عمروهن اللي نكبه كمي متى أكل كل مجدلو قديت هاي هون على مجدل عمراج كل اللو ما له كمجدل وديه على عمراج كله من مرجع يتكلم ما كانوا من سك مهنو مجدلو يميل يا علماء خلاف الله إمام النووي رحمة الله تعالى عليه تنشم يوانتكيت بزو يتنياونم يانتي هونين موبايل وسدال له يعلن سوعات وسدن بله بتموت شهيرنه عندان دوچو دي بتنش جنزب ما لهيوتو اللي عطفا عيقبام يميلو سوچا يتفو شيخ عثيمين هل له أن يقتل هذا الطالب بمجرد طلبه أعطيني مالك جنزب كن ستن شيلو يتابه بلو لي قل لي قبال لي لا مجمريا جنزبي على سطهم اندات كربين اندات نكا بميل يتوسنة كلاكلو اي جنزب كال سطن متهالو ديارة قالو كالا يقلو هلتن يا ليلة حديث هي حديث كم يستمرو عنده جنزبو قار كبرون سيكلاكل دينون سيكلاكل يمي موت سو هيوتون بمادان لاي يمي موت سو يالو كبر شهداء كمي بالوت الله زنداء عالموتوم تبلو كتمسكر اللاتشو لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم كتبالوت بودن وجه ترتالي يمي مدف مهونون بيفايا من الكتال طبعا شهيد نهمالت عند شهيد المعركة تقرنت لا يندمي موتو سوت بزيوبة موتو باتي كفن عالو انتني موتا يكبر عالو ايتاتفو ما يسجد باتشو ما لا تايرلم شهيد الاخران ميبالو يهي شهيد توستاينت نيالو المقتول في حرب الكفار عند نياو سنو شهيد في الثواب دون احكام الدنيا بدنيا قد لا يساهون باخرة درجة عند شهيد اجري مياغنيوت نزيه بهود قرطات يميموتو بتوقتو يميموتو سو تنكبا كجدل تنكبا لا يميموتو جنزباتشون سكلاكلو يميموتو نا ليلو تشم شهيد الأخيرة مي بالو تعلو تورنت لا يموتو جن بزاو محل لا يدمو بس شهيد الأخيرة اللي هون يميتشل شهيد الدنيا اللي هون يميتشل جن محل لا يستت يفسمه كما موتو بفيت غلا درغو كدتو كتقماو كطلات كتوسدو غنزب يونه دبقو بزياو لاي غن زياو طورنت لاي يموت سويه من يلال غن ثواب كامل ايدلم انجي شهيد نو يميلو النجر نبي صلى الله عليه وسلم قالي شهيد نو قالي شهيد نو يالو قيتو عندو شهيد نو سيلو اي سوما شهيد ادلم ساعات وسط قبطوا يتشوالهم في بردة غلها له ليلة ونبي عليه الصلاة والسلام هو في النار بمالد يسوتشن انتن كبر يمين دافر قنزبك أمال له يمين مجرم عمسن مدفو خلق مالتنو يمين حديثو يستمران لمن نبي عليه الصلاة والسلام يسعكت مهونون مسكروا لتا قن هدو هدو علماء أهل السنة والجماعة عندهم ملوت ياو ساتا يقبام انتنا عايزوت ترم يمياس كتعوني هل تكتو يوات عال نومالتنو
ሌላው ሐዲስ የሚከተለው ባቡ በያኒ አን ልስላም በዳአ ገሪበን ወሰይዑዱ ገሪበን ወአነሁ የሪዙ በይነ ልመስጅደይን እስላም ሩቅ ሁኖ ብቸኛ ሁኖ አዲስ ነገር ሁኖ ነው የጀመረው ሲጀምር غريب مالت امر غريب بلد غريب اديس لمالت ويروق لمالت يالتلمده لمالت غريب يلوتا اسلام سيجمرم اندزي نو يهوالا هوالام غريب يهونال يهوالا هوالام غريب يهونال بهولتو مسجدوچ بمحكل بچام يگدبال بمكانا بمدينا بين الحرمين بهلتو ما انتنوش مكاكل عن أبي خالد سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة رضي الله تعالى عنهم قال كنا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقال قوم نحن سمعناه فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره قالوا أجل قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر قال حذيفة فأسكت القوم فقلت أنا قال أنت لله أبوك قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب نشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه قال حذيفة وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر قال عمر أكسرا لا أبالك فلو أنه فتح لعله كان يعاد قلت لا بل يكسر وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط قال أبو خالد فقلت لسعد يا أبا مالك ما أسود مربادا قال شدة البياض في سواد قال قلت فما الكوز مجخيا قال منكوسا وفي رواية قال حذيفة حدثته حديثا ليس بالأغاليط وقال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو خالد سليمان بن حيان يمبالو سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة رضي الله تعالى عنهم أتك على النزي سوج كحذيفة اليماني زقبون لن يالا حديث ألا حذيفة من إلالو عمر أتقب نبر كنيالو عمر الخطاب قال فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن ما أنه نبيون عليه الصلاة والسلام سلا فتنة سيعوروا يسمى اتشو بلو طيب يوانو سواتش نيا سمتنا الالو اتشو فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره مفتن سلو اتشو يبيتسب يقول ربيت ماس تشقرن يهون اندي السباحوت ان انت قالواچو قالوا اجل او يهننا يسمانو لذلك قداي نو ايا يهما تلك تكفرها الصلاه والصيام والصدقه انذي ما صلاه صوم صدقه
የሚያሰርዟቸው ናቸው ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر عند بحر ما أبل يميش كركرون لك يمي أدرقون فتنان ونجي يفلق قالوا حذيفة سوچو زمال إني قن إني إني ألقواتشو لعمر فزيان قزي منالو أنت لله أبوك أباته لا الله هنا أنت جغنانا هالوين إيه كلمة مدحنو إلالو لما مسجنو جغنانا قوبزنا دمن لو مازن قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي صلى الله عليه وسلم سلو سمتشات جوالو فيتناوش بلبوناوش لاي يزرق قالو كالحصير عند سلين عودا عودا عندان دوان جت وما عندان دوان لطاج عند مزر عزرت عند سلين يتبتبال فأي قلب نشري بها نكت فيه نكتة سوداء عند مت عيانن فتناون اندال يتتاسو نكتة سوداء اقر نتعب يهون بذل وأي قلب انكرها نكت فيه نكتة بيضاء يتنيوم دمو يالتكبلتش ولب نج نتفهن ويسعف اللتان لب وچاتشو لك حتى تصير على قلبين بهلت لبونا وچ لا يتكفل على الشيطنا على أبيض مثل الصفا صفا بهنا عند صفا نج بهنا نقر لي هنو يا بزيال بلا يالج فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض سماينا مدرس كان ندرس يتنياون فتنة أي شقرهم أي قدهم والآخر ليلو دمو أسود مرباد أسود تقري هنا مرباد بتعم يتقرى لما لتنو بتعم ينتني على كالكوزي مجخيا اندتها زنبلة كبايا هنا لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر معروفنا ياكم رونا قروش اسلام مياك عشون بليتو ياكم اسلام ما يودا عشون نقروشم مكة وما يشلم إلا ما أشرب من هوا كسميتو يتطاون يتطاون انجي ليلاون يماستاو سدل يلو بزي قزي فذيفا من على حدستو أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر بانتنا بزي فتنا مهكل للسبر يالا بر على الكت قال عمر أكسرا لا أبالك أنت أباته هاي نور النا روسي الناقر أنت لله أبوك بلو تناقرو نبر زي دمو ما السبر نو عالو أباته هاي نور النا آوال فلو أنه فتح لعله كان يعاد بكفت نورو يملس نبر قلت لا بل يكسروا يسبر على الكو وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت يا سوية محلا يا لو سوية يقدلال ويم يموتال حديثا ليس بلا غاليط ستت هنا حديث هذا لما نقره كنبي صلى الله عليه وسلم يتزقبون حديثنا من نقرنه أبو خالد من إلال سليمان لسعد من الكوت يا أبا مالك ما أسود مربادا تقرنو مرباد هنا المالت من مالتنو بتأم بنجتشوت محكل يالا تقر هنا بتأم يميا يفكات أقر لمالتنو قال قلت فما الكوز مجخيا قال منكوسا يتكير هنا مالت ودلاينا وهم يزوار لاني تقلبتو يالكا من قرع يزم اندزيا مالتنو وفي رواية قال حذيفة حدثته حديثا ليس بلا غاليط وشت يالهونن حديثنا وينقركوا اتشوه على يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنبي قار عليه الصلاة والسلام يدرسنا ويه حديث سلو إمام النووي اندتماروت إسلام غريب نبر
يهالا هالا دمو غريبي هنا اللي يميلون يا ملك تال لما لثنو بانو أن الإسلام بدأ غريبا وسعود غريبا وأنه يأرز بين المسجدين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. إسلام أدي سنون يجمروا عند جاءوا عند جمر بثيوته من لسال قن بزيا زمن روك يميبالو سوش من يامر الله جوالي لله من يامرنا جزاء جو. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسعود قريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. إسلام أديس هنو روك هنو نو يجمرو كزيام ودزيا يملسال عند جمامرو. إسلام بهلت مسجد وش مكاكل يدبك على الشفنان كما تأرز الحية في جحرها. إباب بواشوا وست إذا تقلل اللي عندما تكمت النزيهم مهبر سبوج الزياهد وما الشفنا ما مشى قاتشو عايك أرم لمالتنو. سبحان الله أستمروتون كرفت بها لنا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهاج بلو مالك الطريق الواضح مالك قلت ياله منقد قدانا مالك وتعقبا ياله اللبت شلفه ورانقور ياله اللبت قد ياله منقد الذي يسوك إلى الغاية ودفن لك بالدرجة يميازن به ارفتنا بكت ياله سلاموي منقد مالك بلجبهم بلنا قدعي هاجانورنا الله جل وعزم بمن نتأيكبتني أنني سأرقت أيوتنا ولم أكن بدعائك ربي شقيا أنت تماطي أدلني سندما كن أرقت أيوتنا بميل ملو أرقت أيوتنا أن لمن لمن يأكدونا إنه على كل شيء قدير لا يعدو عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله جل وعلا بقولنا نفتحين مدر الله سمعين لك يمين دارك وصبرين يغانا من السلال الله معنى إنيا فكذن ما فكذن تسمع معنى ما تسمع تسمع معنى خاضعونا لأطلق جل وعلا تصرفا بينا لك نفل لجنة بياسنا بر إجي ستنن نبي يالكور جكا معنى تأشن أسجد دور الله جل وعلا ريس أشجو إليك على سلامانو وقرقت أي النقاط شو مهوني على البلد إن أنت ستتنا قرر تناجان يوتو عساك سلامونا شو إن لما تتأرات قررته الله ريس أشجو إليك على سلامانو وقرقت أي النقاط شو سماتنا من ربي فتأرى عن تيير من المهال إن يام يعلو يام المهال اللي يتغزونه يعلو ليلة يلا كرفت بهلا تملسنال يفيتن حديثوچ ሁለቱን እና ሶስቱን ሐዲሶች እና ያለን ከ 73 74 እና 75ኛው ሐዲስ
من من እንዳስተማሩን ትንሽ አለፍ አለፍ ብለን እንይ መጀመሪያ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደፊት ለሆኑ የሚችሉ ነገሮችን የተነበዩ መሆናቸውን እናያለን ሁለተኛው ወደፊት ከሚሆኑት ከሚመጡት ነገሮች መካከል አንዱ ፍትናዎች በጣም ከፍተኛ አስቸጋሪ ጉዳዮች እንደሚከሰቱ ያሳያል ሶስተኛው ፍትናዎች የሁለት አይነቶች ናቸው በጣም ከባድ በጣም ሰዎችን የሚያስቸግር እና ሁለተኛው ደግሞ መለስ ያለ ሰው በሶላት በዘካ በጾም በሰደቃ ሊቋቋመው የሚችልና ሊያሰርዘው የሚችል አለ ፍትናውን ዑመር ኢብኑ ኸጣብ እንደማይደርሱበት በዘይፋ በግልጽ እንደነገራቸውና እሳቸው እንደውም ያ የሚሰበር በር አለ የተባሉት እሳቸው እንደሆኑ ዑመር ኢብኑ ኸጣብን እንዴት እንደሚሞቱ በግልጽ አንዳንዶቹ ያውቁ እንደነበር ለምሳሌ ከዘይፋ حدثته ان ذلك الباب رجل يقتل او يموت حذيفه يهنن تاريخ كنبي صلى الله عليه وسلم يوسدوا انجي زم بلو يميقلدبت وري اندال هونم بغلص اسايت ابو خالد لسعد اندي حالكوت يلال ابو مالك ما اسود مربادن زي عربيهو قال لي طقورنا بتام شديد البياض انت شديد السواد يهونو مندنو يد شده البياض في سوادنو نطاتو بتام نصوح نج كن بغونو طقور ياللبت حذيفه ليس بلا غاليط معنات كلهم كرسول صلى الله عليه وسلم يسمعو حديث نو معناتاچو نو نو صحابوتي وري لماورات لما استمر من يحل تنقق عند نبرو يا سيا اسلام مجمري اكبابي ياو يسدد عند نبرنا بزو جماعه سلال نبرو وغنوچو بقلالو يتقو عند نبره اساينا بتجماري ودفيتم بيهون يهدل اندم يغطمو بيفا يعمل اليوم يا ابو هريره حديثنا ونجي يا عبد الله بن عمر حديثكو بقرب غزي نو ميهونو يميل نجر يا ملكتا يي كست ميكستو بقرب غزي نو نبيو قرب قالوت انغدي 1000 2000 نو ليهون ميچلو معناته نو رقاق اسلام كيا كابابيو تطابو 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 بمكهنا بمدينه مكاكل يالوت سفروچ لاي بتشا تقدمه يمين وربت كيزيم ينور على وهلا ليظهره على الدين كله وهلا دمو يمتال باب ذهاب الإيمان آخر الزمان إيمان مجرش كبابي لي عندما ينور عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله አነስ ምንድነው የሚሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቂያማ ከመከሰቱ በፊት መሬት ላይ አላህ አላህ መባል ሳይቀር አይቆምም ብለዋል وفي روايه لا تقوم الساعه على احد يقول الله 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 بميل سو ላይ ቂያማ አይኖርም በሙሉ ካፊር ካልሆነ በስተቀር لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق اندالوت باب الاستسرار بالايمان للخائف استسرار بالايمان للخائف لم يفراسو ايمانن مستر ارغو مياز يቻላል ወይ ብዙዎች ወንድሞችና አህቶች እስልምናን ይቀበላሉ ይሰልማሉ ለሰው ማውራት ግን አይፈልጉም يشالا لا يشالا من نيو عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله تعالى عنهم قال كنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 700 إلى 700، ما بين 600 إلى 700. قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. نبي قال عليه الصلاة والسلام نبرنا عندك أن أحصوا لي كم يلفظ الإسلام، إسلام يتناقر إسلام عمنو بقالو يتناقر سنتنو قطروا اللي يالو. أتخافوا علينا ونحن ما بين 600 إلى 700، 600 إلى 700 كبابي هنن أهنم بن يالي يفرعلو مالتنا والكواتشو. قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، إن أنت قواتاكم الله لفتنا تشيش لالو دفيت. قال فابتلينا ياو يانن يالون يفرعوا درس حتى جعل الرجل منا لا يصلي الله سرا، صلاة ننكوان سايكر لمسجد مستر صلاة اسكمي جمر درس بمستر نجيب يتساو معك المسجد يمايش لبت درجة اسكمي درس درس فيتنا وچزي درس والنو. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملة. يا نبي عليه الصلاة والسلام بنزبي صلى الله عليه وسلم ما من بنبي صلى الله عليه وسلم هو التاريخ بمولو ما من مالت أدلم نبي صلى الله عليه وسلم أمن ناتشو على السنن اسكه الليوناتشو اسكه بيتو اتشاتشو اسكه ميستو اتشاتشو اسكه لجو اتشاتشو موددنا اسكه لجو اتشاتشو ماوك ياسفل لقال. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يتوب ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نبي صلى الله عليه وسلم اندي بلوالالو يا محمد هو تبجبه نتشبت بأ الله يهونبين آن ديسو كذي أمتس يهودي ميهون نصراني ميهون سايمو سايامن ساي سمتو ساي قبل يميموت ثم يموتو كذي يميموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به يتلاقبتن أمين ولو يلتقبل إلا كان من أصحاب النار. يسات بالبيت بيهون انجي يسات اندي قبا يتوسنبت يهون كال هون بستقر. هيتلك حديثنا إلا أصحاب النار إلا سبحان الله. انقدي ما نين يوم أيهودي ما نين يوم نصراني أيهودي ميهون كريستياني ميهون ينين ملاك سمتو كزي أسايا من البين كموتا يأسات إراتنا ميهونو بلو بزيه بأبو هريرة حديث بقلت أستمروا على النبي عليه الصلاة والسلام. يهي مالت يا نبي صلى الله عليه وسلم ملكت على ما كفنو استاتشو كمتو بحالا ليلا هايمانو تنياني بلو لياسبنا لقمت عيق قباهم تكباينات يلوهم عيهودوش بتككل مسعفاتشوهم بيانبونا كريستيانوش من دزيو مسعفاتشوهم بياوكوت بيردو ينبيون عليه الصلاة والسلام ممتعتنا مدرس بقلت يستمارا مسعف علاتشوهم ين نقبل بلو يا لمن سو موعده النار قطرو وساتنا ونا انقاقي ادرغو لمالتنا يا الله سبحانه وتعالى فقاده هو يزارو تمرتاچين ازي لاي نو ميابقا بميقتلوت قنوچ بميقتلوت تمرتوچ اسكمن نغنا يدرس دهنا هو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن فقال إنك ستقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة.
شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. وأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.